جائزة نوبل هي جائزة سنوية في مجالات الفيزياء والكيمياء والطب والأدب والسلام، تمنح للذين قدموا أكبر فائدة للبشرية، وهي جزءاً من وصية مخترع الديناميت السويدة ألفريد نوبل، وتكون قيمتها حوالي مليون دولار. أنا إلياس جيمس خوري، حصلت على جائزة نوبل في الكيمياء سنة 1990 ميلادياً لأبحاثي في تطوير نظرية ومنهجية التركيب العضوي. أنا الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، أول عربي ومصري يفوز بجائزة نوبل للسلام، وقد منحت جائزة نوبل للسلام سنة 1978 ميلادياً. أنا الروائي نجيب محفوظ، أنا أول عربي يحصل على جائزة نوبل في الأدب، وقد حصلت عليها سنة 1938 ميلادياً. أنا بيتر مودور، أول طبيب لبناني يحصل على جائزة نوبل في الطب، وقد حصلت عليها سنة 1966 ميلادياً مناصفة مع طبيب أسترالي لاكتشافنا التحمل المناعي المكتسب. أنا الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، أنا أول فلسطيني حصل على جائزة نوبل للسلام، وقد حصلت عليها سنة 1994 ميلادياً. أنا أحمد زويل المسلم الوحيد الحاصل على جائزة نوبل في العلوم، وثاني عربي يحصل على جائزة نوبل في الكيمياء، وقد حصلت عليها سنة 1999 ميلادياً لأبحاثي في مجال الفيمتو ثانيةً، حيث طورت جهاز الفيتوسكوب المستخدم في تصوير عملية الربط الجزئي للمواد الكيميائية. أنا محمد البرادعي، مدير وكالة الطاقة الذرية، منحت جائزة نوبل للسلام بعد الرئيس الراحل أنور السادات سنة 2005 ميلادياً، مناصفة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لجهودنا المبذولة للوصول إلى عالم خال من أسلحة الدمار الشامل والحرص على الاستخدام السلمي للطاقة النووية. أنا الكاتبة الصحفية والناشطة الحقوقية توكل كرمان، أول امرأة عربية واليمنية الوحيدة التي حصلت على جائزة نوبل للسلام، وقد حصلت عليها سنة 2011 ميلادياً مناصفة مع الناشطة الليبرية ليما غوبوي والرئيسة الليبرية إيلين جونسون سيرلي.